السلام عليكم. مباراة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم، أربعة على اللايك والاشتراك في القناة لسقوا مني بلا جديد وليستمر معكم البس بدون تقطيع. يلتقي شباب بلوزداد نظيره فريق المريخ السوداني اليوم الثلاثاء على استاد 19 ماي 1956 ضمن منافسات الجولة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا 2023. ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة في ترتيب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما المريخ السوداني يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط في جدول الدوري. وتنطلق المباراة بين شباب بلوزداد والمريخ السوداني مساء اليوم الموافق 7 مارس في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب، 10 مساء بتوقيت السعودية.